بالوتيلي وهو خليفته. بينما هذه محاولة انطلاقة ديسيليو، كرة عرضية فيها تالي بالفعل، هدف ثاني عن طريق السوبر ماريو، هدف ميلانيستا 100%. ديسيليو يمهد، بالوتيلي يسجل، ديسيليو في خدمة، في سيرف كبير من جانب اللاعب الصغير، وبالوتيلي صغير بإمكانيات الكبار يضع الكرة بلمسة واحدة، لم يعطي الفرصة إطلاقا للحارس المالطي. بالوتيلي يسجل الدوبيتا، يحرز الثنائية في شباك مالطا. شوف الإعادة من جديد، شوفوا الانطلاقة، كرة عرضية وبالوتيلي باقتدار يضع الكرة في الزاوية البعيدة. إيطاليا تتقدم بهدفين.